مش عارفة حضرتك سمعت معانا مكالمة المهندسة أمل اللي كانت بتكلمنا من شارع 90، واضح ان حضرتك ما سمعتش. طيب كان معانا من ثواني قليله احد او احدى ساكنات شارع 90، وكانت بتشتكي بتقول انه من ساعه ما سكنت بقى لها سنه ونص في المكان ما فيش ميه، ساعه ونص بس كل يوم الصبح الميه بتيجي. ولما اشتكوا في الشبكه القابضه او الشركه القابضه للمياه احيانا ما يردوش عليهم، احيانا يرفعوا السماعه سماعه التليفون، واحيانا يكذبوا عليهم انقطعت الميه تماما، وهم بيحاولوا يروحوا بقى لقرايبهم والاماكن او بيوتهم القديمه علشان يستخدموا الميه لما يكونوا محتاجين يستخدموها. اتمنى حضرتك تقول لنا بقى يعني ماذا يحدث في هذه المناطق اللي المفروض سكانها زي ما هي قالت دفعوا الملايين عشان ياخدوا خدمه لائقه، او زي ما هي وصفتها خدمه بيرفكت، فايه اللي بيحصل؟ طب بعد اذن حضرتك، يعني شارع التسعين كله من اوله لاخره، من اول الداون تاون لغايه لما تخش عند الجامعه الامريكيه، ده شارع التسعين. حضرتك قولي لي انهي فيلا وانهي فندق وانهي كومباوند ما فيهوش ميه؟ يعني ما كل ده فيه ميه، ولغايه الجامعه الامريكيه كل ده فيه ميه. لو جينا على التسعين الثاني حضرتك موجود فيه الميه متواجده ومفيش مشاكل خالص، تقولي فين عنوانها؟ وسنه ونص من غير ميه، يعني مين هيستحمل سنه ونص من غير ميه؟ انما لو كان كل يوم بتجي لها ساعتين زي ما هي بتقول تديني العنوان يا فندم بعد اذن حضرتك بالظبط، او نمر تليفونها لو عند حضرتك اخدها من الكنترول، هيثم يعني في كنترول حضرتك يدهاني زي ما تعودنا من حضراتكم. وانا يعني حضرتك ما وصلش لحضرتك اي شكاوى بخصوص الشان ده قبل كده خالص؟ لم يرد اليك اي شكوى خالص بهذا الشان؟ شارع التسعين يا فندم بقول لحضرتك في فنادق وفي فلل وفي عماير المصراويه وفي كل الاماكن دي كلها حضرتك الناس بتطلع عندها فيها ميه، يعني انهي عماره على شارع التسعين او فيلا؟ لان ما فيش عماير على شارع التسعين، كلهم فيلل على شارع التسعين، تمام؟ طيب. ما فيش عماير غير المصرويه حضرتك، هي على اليمين، تمام؟ هي دي العماير، بعد كده اهوت ما عنديش عماير لغايه الجامعه الامريكيه. طب. عندنا بعد كده اهوت الناحيه الثانيه اللوتس، واللوتس ديت دي منطقه جديده ولسه يعني انشاءات فيها جديده. يعني لو هي بس تقول لنا العنوان فين بالظبط انا تحت امرها واتواصل معاها. طب وكانت المتصله قالت لنا برضو انه نفس المشكله موجوده في الرحاب ومدينتي، هل ده صحيح يا فندم؟ الرحاب فين؟ بس ما الرحاب ما الميه موجوده يا فندم. وبعد كده بعد اذن حضرتك، اول حاجه المعلومات اللي هي قالتها في معظمها مغلوطه شويه. اولا الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي يتبعها 25 شركه، وليست شركه ان هي بترد على تليفونات وتقفل التليفونات في وش حد. اذا كانت هي بتتصل بالخط الساخن 125 الخاص بميه القاهره، تمام يا فندم، فكل النمر متسجله بالمحادثات بتاعتها. لو هي تديني انهي رقم تليفون ارضي هي اتصلت بيه. طيب احنا جبناها تاني على تليفون مع حضرتك. مهندسه امل معانا على تليفون، اتفضلي معاكي سياده. أيوة. العميد محيي الصرفي، اتفضلي. ايوه يا فندم. ايوه انا بتصل بشركه الميه بتاعه التجمع، يا اما بيرفعوا السماعه يا اما ما بيردوش يا اما بيكذبوا علينا ويقولنا ايوه ده كان في ماسوره واتصلحت من الساعه 8، يقولوا لنا معلش الضغوط لسه ما اشتغلتش قوي اصبروا لغايه 10 بالليل ما فيش حاجه بتيجي. انا بسمع حضرتك، حضرتك ساكنه فين يا فندم؟ ساكنه في التجمع عند شارع التسعين بعد كونكورد بلازا في شارع الجزيره. شارع الجزيرة. طيب يعني جوه الكومباوند يا فندم، جوه الكومباوند. تسمحي لي يا فندم بس عشان طبعا مش هنقول العنوان على الهوا، حضرتك لو سمحتي في الكنترول تديهم نمرة تليفون حضرتك وتديهم العنوان، انا هتصل بحضرتك بعد ما هقفل على طول، هاخد البيانات وحنا اللي هسجلها وهتابع مع حضرتك واعرف الكومباوند دخله ميه امتى، لان احنا في الكومباوند بندي على بعداد رئيسي، ممكن يكون الكومباوند نفسه
في مشكله احنا هنبص وهنقول لحضرتك بكل امانه مش بنكذب على حضرتك، لما بيحصل ماسوره مكسوره يا فندم او زي الفتره اللي فاتت كان النهارده مثلا الظهريه كان في المغازي الثالث في الرابع رقم 3 كان سائق كهرباء وبعد كده رجع، ده بيأثر على حضرتك وبيأثر على بعض الساكنين التانيين. ما يأثرش لمده سنه اللي انا ساكناهم اصلا. ما ينفعش يبقى لمدة سنة أنا ساكنة ونفس المشكلة بتحصل على طول، إحنا مش عايشين عيشة طبيعية. طيب طيب أنا بعد إذن حضرتك اسمحي لي، إحنا بكرة الدنيا كلها إجازة، أنا حاجة لحضرتك اسمحي لي إن أنا يعني شرفني إن أنا اتفضل طبعا أنا يهمني أه طبعا تشرفني. لا يا فندم مفيش أي حاجة يا فندم، وهجيب معايا المسؤول بتاع الشبكة وأشوف إزاي ما بيردش على حضرتك. يا ريت والله يا ريت. تحت أمر حضرتك. اسمحيلي بس ان انا هاخد نمره التليفون، تديني نمره التليفون حضرتك وانا هكلمك. حاضر شكرا يا فندم. طيب طيب شكرا لحضرتك سياده العميد محي الصرفي المتحدث باسم الشركه القابضه للمياه، وشكرا للمهندسه امل. اتمنى بقى ان المشكله تتحل يعني في السريع، يعني نعرف كده اخبار يعني تبقى انه ما فيش منطقه في مصر، ما ينفعش يبقى في منطقه في مصر ما فيهاش ميه، يعني ما ينفعش نتكلم في الموضوع ده اساسا.